السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. اللي معانا ده راديو تليفونكن متعدد الموجات FM وAM وSW. ده راديو ترانزستور، إطار خشب وشه فضي أهو، في مفتاح للبيز والتريبل، وده مفتاح للفوليوم، ده المفتاح الـ FM اللي فوق دوت، مفتاح الـ AM والـ SW 1 و2. الراديو ده صنع في ألمانيا، الموديل بتاعه اسمه جيفوت 5691، جيفوت 5691. وزن الراديو 6 كيلو 750 جرام. أبعاد الراديو عرض 62 سنتي في ارتفاع 18 في عمق 18، إطار من الخشب لونه بني اهوت. ونشوفه مع بعض. This radio is telefunken راديو مالتي باند FM and AM and SW. موديل جيفوت 5691 made in Germany. الراديو دوت صوته بالظبط، بسم الله ما شاء الله، عامل زي الهاي فاي بالظبط، بيدي صوت نقي جدا ومجسم. هو الموضوع كان صعب علينا احنا كمنتخب، اتحطينا في موقف صعب جدا، لان في الفتره دي انا كنت يعني الحارس الاساسي بتاع المنتخب، وكان في الفتره دي كنت اخذ افضل حارس مرمى في مصر في عمري اللي انا 20. بتدور على عريس وبتعيش قصه حب مع كل حاجة شيء. وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده راديو تليفونكن صنع في المانيا متعدد الموجات FM وAM وSW. الموديل بتاعه جوفيت 5691، وقلنا وزن الجهاز 6 كيلو 750 جرام. ابعاد الجهاز عرض 62 سنتي في ارتفاع 18 في عمق 18 سنتي. الاطار بتاعه من الخشب لونه بني في فضي. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في فيديو جديد. شكرا.